تمكنت السلطات المختصة بولاية جنوب كردفان من ضبط أكثر من 20 طنا من المواد الغذائية والسلع المختلفة منتهية الصلاحية بالمخازن وسوق المدينة، حيث شهدت حكومة الولاية ولجنة الأمن عملية حرق وإبادة هذه السلع بمكان التخلص من النفايات بمنطقة الشعير شمال مدينة كادوغلي. وأكد موسى جبر محمود أمين عام الحكومة حرص السلطات الولائية والمحلية على صحة المواطن وأمنه الغذائي من خلال إحكام آليات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات ومنع أشكال التلاعب ومحاولات إغراق الأسواق بالسلع الفاسدة واحتكار السلع والمواد الضرورية. أما ضبط عدد 22 طن من المواد المستهلكة مختلفة الأنواع، يغلب عليها الدقيق والمشروبات الغازية والبهيات والمشروبات الغازية وكثير من المستهلكات الأخرى. هنا في حكومة ولاية جنوب كردفان بأننا نحرص على صحة المواطن، ولأجل ذلك لن نغفل ولن نغمض عين، سوف نكون جاهزين، وكل ما يأتون به هنا نافذ الصلاحية أو صلاحيته كادت أن تنفذ، فنحن نطمن المواطن الكريم في أن حكومة الولاية لن تألو جهدا في إخماد مثل هكذا ممارسات، وإن شاء الله كل من يخالف هذا العمل سوف يقدم للمحاكم المحاكم العادلة. من جانبه أعلن نادر سليمان مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع جنوب كردفان أن الكميات التي تمت إبادتها هي نتاج حملات مكثفة وجهد مشترك للهيئة وجمعية حماية المستهلك والجهات ذات الصلة تستهدف سلامة وصحة المواطن وحماية الاقتصاد، وطالب المواطنين والتجار بالتفاعل مع البرامج التوعوية ومراعاة مدة الصلاحية عند شراء أي مواد أو سلع للتجارة أو الاستهلاك. 20 طن في خلال 3 شهور يعني طلعنا الكميه دي، وما بالك انا حلم نشتغل في باقي الاحياء، لسه الاحياء ما كملناها والشغل كثير، فنتمنى انه يعني يكون في دعم من الولايه، فنتمنى انه الولايات ذاتها تتفاعل معانا ولقى اي حاجه ما يشيل ساكت ما دام يتاكد من الصلاحيه، عندنا الصلاحيه دي اهم شيء، حتى اخونا الطير ذاته عشان ما يتعرض لمثل هذه الحاجات ممكن يشتري بضاعة بحدود كيف يعني بتكمل حسب الفترة الزمنية.